واحد السلام عليكم. مرحبا 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 اختي مالكة وزارتنا البركة. اش تكون عرفتك جاية ونفرش لختي الارض ورد. فرشي عا زربية وغانقين الدنيا مالكم. ديروا عريحة العود كنصلي على النبي، ديروا شي ريحة زينة. ياو عارفين اللي عندي روماتيز في الركابي. نوضي جيبي لي واحد الكاس ديال الماء، ماشي الماء ديال البزبوز، الماء الاخر. اي المعديني. اي المعديني. قتلوني الدروج ديالكم وسالوا معايا، ما بقيتش قاده نمشي. اخويا تسمحي لينا راه داك عندي كيدنا المشاكل بسان سوري خسروا لها كل ما وركوا لهذوك البطونات تخرجوا لي مصارنا. وانا رانا خليت الفيلا اللي مصوبها لي بنيتي رانيا اللي حليت عليها فمي كتجيبها لي. ايوا ملي بناتها لالا تبناتها ما عجبتنيش انايا. اييه نادت لالا شدتها طاحت حطها من الفوق رقبتها تلتحت قطع الغباريه نايضه. ايوا زيدي ايوا حيت ما عجبتنيش. راه مصاريف تما اختي مالكة تيقول لي واش واكله شي حاجه اخرى من غير الخبز. ويلي بغيت نقول لك واش باغا تشربي شي حاجه من غير الماء؟ باغا ميك شيك. شنو بغيت ميلي تشيري تشي؟ راه ولا هذا عصير ولا كل شيء كيعرفو. اي غادي بيه وتجيبيه. خويتي هادي فلتات لك حنا زعما بنات السيطار وهادي زلقات لينا. لا ما يمكنش. مازال اختي زهره شتي اختي زهره مطاوره تبارك الله هذيك راه تفهمك فهاد ميلي تشيري تشي. ملي كنتي كوي يبلك الضحكه والله. ولا خويت انا ما نفهمش هذا ملي نيتيني شيك. مازال لا بغيتي شي قهوه ملقمه شي كويته عاتاي تا هو ملقم بالعبدي والبروج والمكناسي. بغيتي ندير لختي شنو ندير لك؟ ندير لك الحليب شيكولا اللي بغيتي. ولكن هاد ملي تشي كيقولي لك ملي شيك. لا قلت هذا ما عنديش. عرفتي خليت نوضو نتغداو مجموعين. اللي تيعاد خاطرك قالي غادي نوض نصاوب شوشي. وكيكون خضر شويه داك. انا قلت لي تقول لي يقدر يتزغزغ داك الربيع وداك يقدر راسيني. يا ويلي عارفينش يا ويلي ويا الناس ياكلوا خضر مالهم مجهلو. فيه الفيتامين. قلت لي لا لا ويلي خضر داك الشيء بعد انا ما عنديش معنا داك من ويلي خربقت لك راسي والله تخربقت لك راسي. شتي مازال اختي زهره تبارك الله عليها مطيقره وقويه بزاف كتعرفيها وهي غتعرف لك هاد مولي تشوفي اللي قلتي لي هو اللي غتعرفك شكون اللي صاوبو النهار الاول وشكون اللي ضاق وتعطيك الطريق وتعطيك ويلي قالي تفهم في هادشي اللي ديري تشوتشوتي ميتشيك تتعرفي هادشي تبارك الله. انتيا بحال الله العظيم عطيك عم عاد الصباين والفريك ونوضي فرشي لقى فين غدا نعس. مرحبا اختي مالكة ويلي ويلي مرحبا. فين بغيتي نفرش لك البلاصه المخقره ديالك؟ عاد عارفه راه عندنا غير بيت نعاس انا واختي راه حنا بايتين فيه ونعسوا فيه وداك هو بيتنا. وعندك هذا فتويات راك شتي دابا نعس فيهم حتى والو تدري صغير ينبات مزاحم. وعندك داك السويلين وداك الشيء اللي عطانا الكونوار والسطح هذا الشيء اللي كاين. ولا ولا واخوتي انا فرشوا لي مزيان في هذاك البيت. اخوتي انا نبغي الظلام. اييه وكيجيني البرد وكيجيني الخوف. انتي مولات الخير. ولكن اخوتي انتي كي كديري هاد البيلا بوحدك وما تخافيش زعما كي كديري؟ ايوا ما نقولش لك عندي الفيلا كبيره تبارك الله ثلاثه ديال الصالونات مقابلين مع ثلاثه ديال الصالونات وجوج كوزينات. كوزينه ديال الشلايض وديال الانواع وديال داك الشيء وكوزينه ديال الزيوتات والمراقي والطخاطخ بوحدها. وخويتي قلتي لي تبارك الله ثلاثه الصالونات مقابلين مع ثلاثه الصالونات. قلنا واخا ما كاين مشكل كل شيء ممكن ولكن باش ديروا جوج كوزينات وحده ديال الشلاضه وحده ديال اللي دائما شويه قويتو هادشي فيه الخسارات وهذا
بوخ 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 بزاف تيكون هي بغيت غنسولك دابا تبارك الله في وسط هاد الخيرات وفي وسط هاد البيوت وهاد الصالونات فين كتلقاي راحتك فين كتنعسي عرفتي فين في لاكاب ويلي على البيلا وكلشي ولا كاب ولكن عرفتي لاكاب كي درت ليه ما تخرجكش منو سكرات الموت بنيتك واحد مولاي الصالون وبنيتك واحد جوج بيوت واحد الكوزينه وجلجتهم ودرت فيهم المرايات ولا يديها اي تبارك الله لا ادري عندك الحق في هذه القضيه كاين تبارك الله عنده الصالونات مقابلين مع الصالونات وفعود ما يتبخمخ فيهم ويرتاح فيهم فين كيمشي تسطال لك بواف لاكاب ايه والله الحق قولي يا خويتي قنطتي بوحدك وبغيتي الوناسه وبغيتي راه ماشي ساهل ماشي ساهل الوحدانيه راه الحدوط ماشي هما اللي مهمين راه الجمع واللم هو اللي مهم اختي مالكه شوفي واش غادي نديرو غادي نتسناو اخوتي زهره تدخل على ما نقولو تغدينا وجمعنا رويتنا ونجمعو تاعنا موزيطاتنا ونمشيو مع اختي مالكه ونفوجو عليها وتعال نديرو الكراواج ديك البيله ومالنا على ماشي هاد المقام ما نستاهلوش ويلي ايوا لا ولا خليت المره اخرى ان شاء الله ونجيو دابا انا حيت تابعني واحد الغرض مهم خصني نوض نمشي يا اختي مالكه ما كيقلبتي وجهك قولي ما بغيتيناش ما بغيتيش نمشيو عندك بحال ما رضيتيش بينا بغيتي نقطعوا المعالقات نقطعوها لا ويلي حشومه زعما حنا بغينا نمشيو زعما نونسوك واش تكوليتي باغادو من عندك الغراض ومن عندك الغراض لا جيتي نيت ما تجيش ديك الساعه ما بغيت نقول لك ولد بنتي باغين يطهروه يا ويلي ولد رانيا إيه. كنا تلاقيت مع الصياوي داك النهار وقالت لي راه حنا غادي الختانه ديال ولد مالكه ولد بنتها ويلي تاش تقول ايوا اش بغيت نقول لك دابا حيت هو ما صدقاتش ليه طهار ما سمعت حتى عيط في حياتي ولكن هادي ديال السيد وخت نمتو عاودوا لي الختانه ويلي قالت ويلي من نسير نكذب وقالت لي من تشيني تشيك قلت ما كاين مشكل قلت لي داك الشوتشوت ما قلتيش مشكل قلت لي قلبي لا ثلاثه البيوت مقابلين مع ثلاثه البيوت قلنا واخا ما كاينش مشكل ولكن باش تعاود تسكت الدري الصغير في الاخت انا هذه راه خصها محليله اختي ما اخويا هيا انا مابقاتش الصحه ديالك صافي واخويتي انت راه عندك العيا زياده وخلوق نهار عقلنا وتتشكاي شك والله هضرني جنابي عيا انا باغا نعس باغا نرقد حتى انت باغا تنعسي وغدا غنحد ما حنا اختي خدامين فوزي البرد نعسي ما ويلي لا ترتاحي فينا كاع الراحه ما ترتاحي حتى تمشي للقبر قدادا اختي يا فارس فارسك هاني فارسك واخوتي كشتي موستاجو وتشوفي في الزرقاء راه تحتارمي اختي راه تحتارمي كشتي اش داخل كشتي ناس تقعبوت دابا قولي فينا فينا واخوتي اخوتي داخل قولي عطيني مواصفات ديال وجهتك ولا كي داير كي داير دابا ماني نشبهك كي داير كيدير كي داير وجهه فار عمرك ما شتي فار فار واش ضربت معاه سيلفي باش نقول لك هو كي داير اختي زهرة اختي زهرة ها سكعة فاتنا فاتنا عاد اختي بومبيه عاد البومبيه وانا يا اختي عاد البومبيه عاد البومبيه راه التليفون راه في الصالون زهره ويلي انت كيف غادي ندير راك خليتو يتشارجا وسيري اختي فاتنا الله يرضي عليك سيري التليفون في الصالون وشارجا حيدي شارجور وعاد التليفون اش بغيتي ديري اختي فاتنا وراه غنسخف انا سخف انا سخف تصقع سخف اختي لا 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 انا في الجيش شويه الهبر انا عدو فيني مخمختي سيري تيري دقيقه واخا بغي عاد غير بقى غنعدو ما عدو ما يصور منك زهره اختي زهره اختي زهره لا قلاوي ها سخيتي بيا سخيتي بيا الغداره لا سيري جيبي لي شي فريميجه من الثلاجه والحالي وخليت لها بها نوضي نوضي لا لا خويا لا هذا ماشي ديال صحاب الفرماج هذا بالي معول معول على خزيته هذا اختي معول على خزيته بغيت نهرب ما لقيت في نهرب بغيت ما عرفتش غندير راسك نطلع فوق ماري وريش اقول اختي واه سميتك وعاد قينا يا ولي قد خلقاني يا محمد يا اختي مناضي دواعه خافي تفهمي معاه نوضي اخوتي تذكري معاه وقولي لي نوضي عطينا اتساعه ياك المناضي لو دوي او اختي كثر من هاد النيضه اللي سير الناضر فيهم ودير وقفه احتجاجيه فوق الفراش كثر من هادشي راه ما كاينش ما كاينش اختي فاطمه يا اختي فاطمه عاد قينا تكحي كي غندير راسك على تخطط قولي
شوفي غادي نسقلو غادي دي نحاس ونزلو على بوه صافي واختي خضر اخوتي راه ملي كتفكر بديك شناوي لك اوي انا راه كنساري معاك راه كتفقتي ملي تقولي شي هضره ما كايناش اوي مال هو موانين يا مومو غادي نعسلك وكاك راه فارد راه فارد راه في تسمم باش تقاسك وعضك واش غنديرو اختي زهره ها نعيطو لخويا ميلود يجي ها وي 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 ها مطنق وما يجي فين وصل تلقاي فارد خير وعيط المدام ديالو وعيط لولادو وسويتي سويتي طلبوا لك التوصيل ديال الكرا ولدي قالت لك نعيطو لميلود تلقاي قالت شي حاجه هذيك هاتي شوفي هاتي اسمعي تبعينا نديرو واحد الخطه باش نقول طولانطي حنا راه طولانطي جات عليه هات غنحسبو حتى ثلاثه ياك ونهبطو ونعيطوا للصالحين ما نشدوها تنشدوها في الصالون من الصالون من داك الباب من تما نعيطوا للكونشيرج يجي يعتقنا لا 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 هاد البلانه ديالك هاد النباز ديالك الحاويه ما عندها فين توصلنا ويلي الفارك يجري كثر من خيالو قالت لك نروح حنا نسبقوا الا مشينا طاح هبطنا من السقعه من الفراش غتلقى جالس لك ليه في الكوزينه بقى يتقهوى مع راسه وما هواش هنا خصك عني كنتفكر قلت لك فين شلاق مويا اجي من لوحشين واحد 400 درهم عندي مسخناني مكمشي بالعافيه على حسب هاد المواصفات اللي عطيتيني ديال فار عنده موستاج وشلاق مو لا 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 الفار جاي معقول السيد باغي يدير خدمته لا لا هذا جاي ناوي باغي يكرش هذا ما جايش غادا يزمر ورا الكرام لا 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 شوفي اش دياختي اذا كان هو فار راني فاحنا تا انا غادي نوري خدمه العيالات اش كتسوى بلاتي غادي نمشي للصالون ونجيب كراطه ودير لي خدمه البوليس انا غادي نخرج والتيكا كاليني تيطاكي عليا انا غادي نوري غادي نهبط انا هكا انا غنحسبها شو قالت واحد وثلاثه ونهبط والتيكا حدي معايا واخدي معايا اختي خليتيني فاتنا فاتنا ما قدرتش نخوت غيعرفني بوحدة السقعة وغادي يجي يفرزني يا فاتنا وهالغدارة يا قال لك أبو طاهرة الله يختك الصغيرة راها فيها غلفهم وخا تغوت